بعيد أقصى العرب في السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة بإذن الله، حيث يسود الطقس غالبا صافي مع 26 درجة مئوية، الملموسة 25، الرطوبة منخفضة حوالي 20%، والرياح تكون خفيفة المعتدلة السرعة. ننتقل الآن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة اليوم غد بإذن الله في باقي مناطق المملكة. نبدأ الشمال، الرياح نشطة وأتربة مثارة في عموم المنطقة الشمالية، سكاك أتربة مثارة 41 إلى 27، عرعر أيضا أتربة مثارة 36 إلى 26، تبوك رياح نشطة 37 إلى 22. المنطقة الغربية جدة 41 إلى 27، مدينة منورة 41 إلى 28، مدينة مكة فرصة لزخات رعدية من الأمطار خلال فترة الظهيرة والعصر 43 إلى 30، الطائف 33 إلى 21. المنطقة الجنوبية الغربية زخات رعدية من الأمطار متوقعة في عموم المرتفعات الجنوبية الغربية، أبها تسجل 30 إلى 17، الباحة 29 إلى 22، أما جازان 34 إلى 32. بالنسبة للمنطقة الشرقية الدمام أتربة مطارة 40 إلى 30، الإحساء 43 إلى 30، وحفر الباطن 41 إلى 29. بالنسبة للمنطقة الوسطى حائل زخات رعدية من الأمطار تكون خفيفة وعشوائية الطابع 38 إلى 38 إلى 26، بريدة 40 إلى 26، أما الرياض 40 إلى 27 مع الطقس الصافي. إلى اللقاء.